الأبحاث الطبية في المدة الأخيرة توصلت إلى أن كوفيد-19 يمثل نسبة هامة من عدد الوفيات بالسكتة القلبية، معطى يضاف إلى سلسلة الأعراض التقليدية المعروفة. فالسكتة القلبية حسب نفس الدراسات والأبحاث مردها إلى ضيق الشرايين والأوردة الناجم عن مضاعفة كوفيد-19. الأبحاث لقاو باللي المرضى تاع الكوفيد من 15-30% يديروا تصلب الشرايين، سواء الأوردة شرايين ولا الأوردة، ويقدر هذه النسبة تكون أكثر في لي سيرفيس دو ريانيماسيون. في الحقيقة هو مرض يقدر يصيب شرايين في جميع الجسم، خاصة شرايين القلب، دونك يعطي أزمات قلبية، يصيب تاني شرايين اللي تغذي الدماغ، يعطي جلطات، سي سكون أبال باللغة الفرنسية لي زافي سي، يقدر يصيب تاني شرايين اللي تغذي الكلى، ويعطي قصر كلوي، ودونك الإنسان يصيب روحه دياليزي، ويقدر يصيب تاني شرايين في الأعضاء كيما الرجلين ولا اليدين، والمشكل هنايا يقدر يعطي له إصابات تكون خطيرة في بعض الأحيان. أطباء ومختصون يجمعون أن الارتفاع المحسوس في عدد الإصابات في المدة الأخيرة طبيعي جدا وكان متوقعا لعدة عوامل، أهمها تأخر انتشار الفيروس عند بدايته وكذلك ضعف نسبة وتيرة التلقيح. الإصابات ارتفعت على خاطر فيه شوية تهاون، هي الحقيقة دروك لازم لنا نتعلموا نتعايشوا مع هذا المرض، لازم لنا نتعلموا نتعايشوا مع هذا المرض، لأنه باش نتعاملوا نتعايشوا معاه يعني خاصنا ندوا الوقاية. سو البلان ايبيديميولوجيك الجزائر توجور راهي اون روتار بارابور للبلدان الأوروبية، دونك البلدان الأوروبية ارتفعت داروا موجة ثالثة إن شاء الله ما نلحقوش ليها. لا فاكسيناسيون لا با افونسي، عدد الناس اللي راهم فاكسيني راهو قليل في الجزائر، دونك مادام لا فاكسيناسيون ما مشاتش مليح والوقاية نقصت سي نورمال كو العدد راح يرتفع. هي إذا توصية يلح عليها أهل الاختصاص، خاصة إذا تعلق الأمر بأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، فزيارة الطبيب لا تكلف شيئا أمام خطورة الأوضاع.